حسنا، لقد أنهيت. لنلقي نظرة على الحل. للطقس حصلنا على قاعدة بيانات مقروءة وتمرير جميع المعلمات من استدعاء موفر المحتوى، ويعد الحل بالنسبة إلى الطقس والموقع مطابقا. لكل منهما سنمرر المعلمات التي تأتي عبر موفر المحتوى إلى دالة الاستعلام في قاعدة البيانات القابلة للقراءة. مرة أخرى، هذه هي المعلمات التي تأتي عبر موفر المحتوى، بينما هذه المعلمات التي يتم تمريرها إلى قاعدة البيانات، ويبدو الموقع مطابقا تقريبا.